شنو اللي تطرحه من خلال الدراسه؟ طبعا الحقيقه يعني انا كمراجع الحين عندي مريض، تدري انت العراق كله الفساد اللي نخر جدران الدوله العراقيه كلها وصل الى هذا المرحله، هاي الشريحه المرضى. يعني ابسط مثال، اليوم تجي للمستشفى اكو اخفاقات كثيره، الاخفاقات الدوام العلاجات، هاي مستشفى ما ترتقي الى مستشفى. يعني اليوم انت اذا تجي للمستشفى تشوف عباره عن مكب مال نفايات، تجي تاخذ سره تلقى والله يقول لك العلاج ما موجوده. تدري انا هسه حاليا انا كل 15 يوم عندي علاج. شنو العلاج اللي تاخذه؟ ما اخذه افاستين اللي يقولوا لي روح اشتري من برا، رحت لاشتري من برا، الامبوله سعرها بام ال100 سعرها ب $170، وام ال400 سعرها ب $750. زين هاي الدوله وهاي الاموال صلاح الدين، هاي التراكمات مالتها وين راحت الفلوس؟ يعني هذا الفساد وصل لهذه المرحله. هاي من جانب، من جانب هسه انا بدي اخذ شريط مال دواء، باكيت سعر الباكيت ب 15 ورقه، أنا يراد لي شهرياً إيش قد يراد لي؟ يراد لي تقريباً 3 باكيتات، لازم أدفع 24 ورقة، $2400. طيب ليش الدول المتقدمة؟ ليش غير محافظات هذا الدواء متوفر؟ خصوصاً صلاح الدين المنظور عليها والمأخوذ عليها الفساد نخر بيها، كل شيء نخر بيها، يعني ما معقولة دائرة الصحة صلاح الدين بأبسط العلاجات، تروح لبغداد تلقاهن، تروح الكركوك تلقاهن، تروح للنجف تلقاهن، كل المحافظات تلقاهن، بس تجي صلاح الدين ما تلقاه. هذا من جانب، من جانب آخر الكادر الصحي، الكادر الطبي، شنو دكتور واحد؟ شنو دكتور واحد وعليه 50-60 مراجع؟ شنو هذا؟ زين ما يرتقون؟ يعني شو وقت تصير احنا براسنا خير؟ إذا هاي يعني أبسط مثال، يعني أبسط مثال هاي المستشفى اللي تعالج المرضى، هو بكيفه صار مريض؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. تجي هنا الموظفين، كل موظف من عندهم وكأنما تحكي ويا مدير عام، ويا مدير عام ماكو خصوصيات، المحسوبية والمنسوبية حدث ولا حرج. اكو علاجات تجي عليه يقول لك والله ما موجودة، ورا شوي يجيك واحد اخذ العلاج. شلون اخذ العلاج؟ بقدرة قادر.